فيكم ما يذكر أوراق الحب اللي مع مسلسل أيوة مغربي. قدمت جزئين 60 حلقة مسلسل من أول المسلسلات الرومانسية اللي طلعت بعد المسلسلات التركية والمكسيكية، كان أول يعني ثيمة خليجية في الرومانسية. أتحداك تجيب لي مشهد واحد رغم نجاح المسلسل على مستوى الوطن العربي، المغرب، تونس، الجزائر، الخليج، مصر، وصل إلى يعني كل مشاهدين الوطن العربي. أتحداك مشهد واحد تجيب لي أني أنا المستيقى. إذن شنو تفسيركم على هذه المشاهد اللي قاعدة تطرح من خلال الدراما كأحضان أو ك؟ في أشياء مفتعلة للدعاية، مع احترامي لهم فاهمين فاهمين الجرأة بالطرح غلط. وفي شنو هم يبون يوصلون يعني بحسب رايك؟ ان ترى احنا ليش هم قاعد يعرضون هذه؟ احنا فنانين نقدر نسوي كل شيء، نقدر نقدم كل انواع الفن. هذا مو اسمه فن، هذه جرأة يعني مع احترامي لهم جرأة غبية. يعني الحين انا لما اشوف ملاك برا عادي اصافحها اسلم عليها عادي اوكي، لكن في ناس تفتعل. انا هذه جدا مهمة يعني، في ناس تاخذ المشاهد هذه قبل عرض المسلسل تسوق المشاهد هذه في السوشيال ميديا. انزين في عشان مسلسل تسوي ضجة. اوكي بس في مسلسل جنة هلي اللي انا من متابعينه وعشاقه واشوف ان انتم قاعد تقدمون جرأة من غير ما يكون في جرح للمشاهد من خلال الكثير من القضايا اللي انطرحت راح نتكلم عنها. كان في مشهد او مشهدين بين لمياء طارق وجلها تحية وحسين المهدي مسك إيدها لأنه ما يحبون بعض، شنو تفسيركم؟ أوكي أنا أمسك إيدها أوكي، لكن بشكل طريقة مقبول يعني مسكت إيدها، لكن قلت لك في يعني فرق ما أمسك إيدها كذي وفرق لما أمسكها وفرق ما أمسكها كذي وحاضنها من زنودها ولازق فيها وطيح في مشاهد وايد اليوم كذي، وإحنا ضد المشاهد هذه. فهمنا وجهة نظرك شهاب ووجهة نظر ملاك.